وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إن شأنهم العظيم هم الآخرون. بيّن جزاءهم ربنا سبحانه فقال: في سدر مخضود. في سدر مخضود، السدر معروف شجرة السدر، وشجرة السدر في الأصل إذا رأيتها أنت الآن يعني تنبت في بعض البلاد في البوادي، بلاد كثيرة تنبت فيها شجرة السدر، ليست بالشجرة التي تراها ذات القيمة التي تراها يتلهف عليها. فكم من شجر آخر أحسن منظرا وأبهج شكلا من شجر السدر، لكن السدرة من سدرة المنتهى كما قال تعالى عند سدرة المنتهى، هي شجرة ينتهي عندها كما قال البعض علم الخلائق أو لا يتجاوزها الخلائق، لكن كما قال تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعتراها من أمر الله ما اعتراها فأصبحت لا يستطاع وصفها من حسنها وجمالها، من شدة حسنها وشدة جمالها أصبحت لا تكاد توصف، لا تكاد توصف. والسدر هنا أيضا سدر مخضود، خض أي أبعد شوكه، شجرة السدر فيها شوك، خض أي أبعد عنه الشوك وكل ما يشين، فهذا أصل الخض. الخض إن خضضت شيئا أبعدت عنه ما ليس منه وأبعدت عنه ما فيه أذى، والله أعلم. فالسدر معروف ومخضوض منزوع شوكه، في سدر مخضوض وطلح، الطلح الموزو كذا قال كثير من أهل التفسير. الطلح ما الطلح؟ الموز. فأسماء أحيانا تتقراها ولا تفهم معناها. طيب أسألك يا صاحبي أنت، قال تعالى: وعنبا وقضبا، لا يجيب أحد إلا الذي يسأل، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، فأنت عندك السؤال: ما معنى وعنبا وقضبا؟ ما معنى القضب؟ من خلفه؟ قضب يعني إيه؟ نعم، ليتك ما تكلمت كنت مسطورا عليك. شجرة ماذا؟ لا، من يعرف القضب؟ القضب يا إخوة البرسيم، البرسيم في اليمن، ونحن في اليمن يقول لك القضب، يحملوا البرسيم على الحمار يقول لك القضب، القضب اللي هو إيه؟ البرسيم، عرفت؟ فيسمى ماذا؟ القضب، البرسيم، ليس شجرة، ليس شجرة وليس بقرة. نعم. وحدائق غلبا، نسأل هذا الركن، حدائق غلبا يعني إيه يا جماعة؟ حدائق غلب الحدائق الغلب، الحدائق ذات الأشجار عظيمة الساق، الساقها ضخم، يعني العمود مثلا عمود ضخم يسمى أغلب، يسمى إيه؟ أغلب. فحدائق غلبا حدائق ذات أشجار سوقها عظيمة. ومن هنا كان الفرزدق يهجو جريرا، أنتم تعرفون صور الهجاء المتبادل بين من؟ الفرزدق وجرير. فيقول الفرزدق في شأن من؟ جرير، شاعران متناحران في زمانهما من فحول الشعراء، يقول الفرزدق في شأن جرير: عوى عوى عوى، يعني إيه؟ عوى فأثار أغلب ضيغميا، يعني عوى لما هبهب يعني أثار من؟ الأغلب، يقولنا شخص عظيم الرقبة ضيغمي، أغلب عظيم الرقبة. فويل لابن المراغة مما استثار، يعني كان في أسد ساكت عظيم الرقبة، فهذا لما عوى
هيجني عليه حتى انقض عليه فالويل له. فالاغلب ما معنى الاغلب؟ عظيم الساق، عظيم الرقبه، قطر ضخم، مفهوم كده؟ فهذا معنى ايه؟ اغلب. وطلح منضود، وطلح منضود، راكب بعضه فوق بعض، وهذا شأن الموز. الطلح الموز بعضه فوق بعض، والبلح أيضا. قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد، يعني منضد بعضه فوق بعض. عرفت؟ ماشي.